سمو الأمير، تحدثت في مناسبة سابقة عن الاعتدال. ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد؟ طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية، ويعني كل فقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال. فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال، بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. هذا يقودني لسؤال ثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة، يعني على مستوى الدستور، على مستوى القضاء، على مستوى الفضاء العام، على مستوى حريات الأفراد. مثل ما ذكرتك، دستورنا هو القرآن، كان والآن وسوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. إحنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي إحنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. طبعا لما أتكلم على نص صريح من السنة، أغلب المدونين الحديث في تدويناتهم صنفون الحديث بناء على تصنيفهم الخاص مثل البخاري أو المسلم أو غيره، أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، لكن في تصنيف آخر هو الأهم اللي هو الحديث المتواتر والأحاد والخبر، وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الأحكام واستنباطها من الناحية الشرعية. فلما أتكلم مثلا على الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعة لجماعة لجماعة لجماعة، مجموعة أشخاص يعني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الحديث قليلة للغاية لكن ثباتها قوي جدا، وتفسيرها يخضع الاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث. بينما الأحاد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جماعة جماعة عن فرد عن جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي فرد في الحلقة، فهذا يسمى حديث أحاد، وهذا يصنف أصناف كثيرة، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. وهذا الحديث الأحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر إلا إذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة دنيوية واضحة، خاصة إذا كان حديث أحد صحيح، وهذا يشكل أيضا جزء قليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الخبر اللي هو عن فرد 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 ما نعرف، عن فرد 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 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن جماعة جماعة فرد فرد ما نعرف عن جماعة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي انقطاع. هذا الخبر هو اللي يشكل النسبة العظمى من الحديث، هذا بشكل لا يؤخذ فيه لأنه غير ثابت و غير يعني ملزم. ونرى في سيرة الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الحديث في وقته أمر بحرقها وعدم كتابتها، فما بالك إذا أنت ترجع للحديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحية الشرعية، وقد أيضا تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى في أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. فالحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص اللي في القرآن، وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الأحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتا إلا إذا كان تسند عليه رأي في مصلحة واضحة للإنسان. فلا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح، وتطبق هذه العقوبة بناء على كيفية طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني مثلا لو أضرب مثال الزنا، الزاني الغير محصن يجلد، الزاني المحصن يقتل، وهذا نص واضح. لكن عندما أتت الزانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله أنا زنيت، بما معناته الحديث الذي نحفظه نصا، صد عنها أكثر من مرة إلى ما صرت عليه، بعدين
قال لها اذهبي لي من تأكدين انت حامل ولا لا. عادت لها مره اخرى ونفس السيناريو تكرر وقال لها اذهبي حتى تضعين، وعادت لها مره اخرى وقال لها اذهبي حتى تفطمين وممكن ما ترجع، ولا سأل عن اسمه ولا سأل عن من هي. فكون انك تاخذ النص القرآني وتطبقه بطريقه غير اللي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن الشخص اللي تثبت عليه التهمه، بينما الرسول اتاه المتهم معترف وعمل بهالطريقه، هذا ليس شرع الله. وانك تجي تطبق نص شرعي، تطبق عقوبه بحجه انها عقوبه شرعيه ولا يوجد فيها نص للمعاقبه في القران او في الحديث المتواتر، هذا ايضا يعني تزييف للشريعه. فالله سبحانه وتعالى عندما اراد انه نعاقب على جرم شرعي نص عليه، وعندما حرم شيء ووعد بالعقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر بأنه عاقب عليه، وترك الأمر للفرد بأنه يختار وحسابه يوم الدين. وفي الأخير الله غفور رحيم ويغفر كل شيء إلا أن يشرك به. فهذا هو المنهج الصحيح للتطبيق القرآن والسنة بناء على دستورنا ونظام أساس الحكم. أنتم سمو الأمير ملزمون بمدرسة معينة، يعني مثلا مدرسة الشيخ محمد عبد الوهاب هي التي ستفسر هذا القرآن وهذه الأحاديث؟ طويل العمر، إحنا متى ما ألزمنا نفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناته ألهنا البشر. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب، أنزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض، والاجتهاد مفتوح للأبد. والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلها أو نضخمه لأول من عارض هذا الشيء. فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن الاجتهاد مستمر فيه، والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر فيها، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم.